السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة مع الكلاود سيرفيس الخاصة بـ WSO2 Identity Server اللي اسمها Asgardio، راح نحكي كيف ممكن نسوي configuration بحيث الاند يوزر لما يسجل دخول نطلب منه OTP ترسل للإيميل الخاص فيه. طبعا الايميل او تي بي هو يطلق عليه او واحد من الطرق المتبعه للمالتي فاكتور اوثنتيكيشن. بيزيكلي المفروض الاند يوزر يبدا بيوزر نيم باسورد، وبعدها بنتقل على شاشه ثانيه، وبعدها السيستم بيرسل ايميل، بيرسل كود او او تي بي للايميل المسجل لليوزر. اليوزر لازم يدخل هاي الاو تي بي في تكست بوكس، ومن ثم تكتمل عمليه تسجيل الدخول. طب خلونا نشوف الان الديفولت كونفيجريشن كيف معمول. الديفولت كونفيجريشن في الكلاود سيرفيس الخاصه ب WSO2 ايدنتيتي سيرفر معموله بهي الطريقه. بتدخل يوزر نيم وباسورد مباشره، بتكون انت اوثنتيكيتد، وبيعطيك كود عشان تكمل الفلو تبع الكود كريدنشال. هذا هو الكود. نحن بدنا بعد ما يسجل دخول النكست ستيب يقول له ادخل الاو تي بي اللي تم ارساله ل، خلينا نقول لايميل الخاص باليوزر. طيب كيف هي بنسويها؟ في الكلاود سيرفيس او في الكونسول تبع الاسجارديو بندخل على ديفلوب، بعدها على الابلكيشن تبعنا يلي هو السيرفيس بروفايدر. هون بيمثل في السيرفيس بروفايدر او في الابلكيشن تبعنا بنروح على ساين ان ميثود. بالساين ان ميثود في عندنا اكثر من اوبشن، اد جوجل لوجن، اد تي او تي بي، وستارت ويز ديفولت كونفيجريشن. طبعا اد جوجل لوجن منتيح تسجيل الدخول من خلال جوجل اكونت، وتي او تي بي ليست نفس الاو تي بي. تي او تي بي اللي هي غالبا بتعتمد على اوثنتيكيتور مثل مايكروسوفت اوثنتيكيتور مثل جوجل اوثنتيكيتور. نحن راح ناخذ هذا الاوبشن ستارت ويز ديفولت كونفيجريشن. الديفولت كونفيجريشن بيطلب منك يوزر نيم وباسورد مثل ما شفنا. طيب النكست ستيب نحن بدنا نضيف ايميل او تي بي، ايميل او تي بي اد ابديت دن. بهيك بيكون نحن فعلنا الايميل او تي بي في الاسكارديو كونسول ابلكيشن، بحيث انه الاند يوزر يطلب منه او تي بي او يستقبل او تي بي على الايميل تبعه. طب خلونا نشوف مثال. الآن اليوزر المفروض يوصله إيميل على الإيميل، هذا هو اللي هو نفسه اليوزر نيم. لاحظوا عم بيقول له أدخل الأو تي بي اللي أرسلت على هذا الإيميل. طب خلينا نشوف الإيميل تبعنا. لاحظوا وصلنا إيميل هون، وهذا الأو تي بي تبعه. كوبي كونتينيو. لاحظوا صار تو ستيب يلي هي المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. الان مفروض ياخذنا على ستيب اللي بنحصل فيها على الكود. بنروح على البوستمان وبنحط الكود وبنلاقي ايش؟ اجانا الاكسس توكن. هذا باختصار عن كيفيه تفعيل الايميل او تي بي في الفلو اوثنتيكيشن فلو على الكلاود سيرفيس اللي خاصه ب WSO2 Identity Server، ومنلاحظ السهولة اللي نحن شفناها. طبعا ليس فقط المقصود أو الإمكانية أنه نحن فقط نضيف إيميل أو تي بي، ممكن نضيف خطوة ثالثة ونضيف أي نوع من خلينا نقول الـ Authentication Steps اللي supported عندك في الابليكيشن، منها تي أو تي بي، وممكن نشوف أشياء أخرى لاحقا. هذا باختصار فيما يخص إيميل أو تي بي على WSO2 Identity Server Cloud Service. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.